حلقة جديدة من دبل كليك معي أنا علي فتوح، وفيها إدمان جيم أوف ثرونز يصل إلى الفضاء، ونيمار يغضب ويلكم أحد المشجعين في الملعب. أما في فقرة تيبس، هكذا تتفادى رسالة بطارية هاتفك تقترب من النفاذ. لنبدأ حلقتنا من تويتر. فقرة بزنس تويت، ومن تغريدة للبنك الدولي ذكر فيها أنه بحلول العام 2050 قد تؤدي ساعات العمل الضائعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى تخفيض 6% من إجمالي الناتج المحلي سنويا في جنوب آسيا وغرب أفريقيا. تفاصيل الموضوع والدراسة هذه مرفقة بالتغريدة على صفحة البنك في تويتر، وكانت الصورة المستخدمة جدار عمارة مع مكيفات كثيرة، ومن الحرارة إلى حمى جيم أوف ثرونز التي من الظاهر أنها انتقلت إلى الفضاء أيضا. ففي خضم النجاح الذي يحققه الجزء الأخير من المسلسل والترقب الشديد للحلقات والأحداث الجديدة، نشر مركز كينيدي للفضاء تغريدة تعلن عن إرسال سبيس إكس لسفينة تحمل المؤن والقطع المهمة لمحطة فضائية. ولكن نص التغريدة كان طريفا، حيث قال المركز: لم تحصل على تنانين كافية في معركة وينترفيل، إليك هذا الخبر الجيد، سبيس إكس تطلق واحدا هذا الأسبوع. في إشارة إلى عنصرين مهمين في المسلسل هما التنانين وقلعة وينترفيل، حيث قامت سبيس إكس بإطلاق التنين على هذه السفينة. ترند اليوم هو فيلم أفنجرز، ولكن في الحقيقة ليست كلمة أفنجرز بل كلمة ثانوس. ثانوس هو الشخصية الشريرة التي ظهرت في الجزء السابق من سلسلة أفلام إيفنجرز. قبل أن أكمل، دعوني أريكم ماذا يحدث لو كتبتم كلمة ثانوس على جوجل. عند البحث عن اسم ثانوس، أضاف جوجل شعار يد ثانوس تحت اسمه في التعريف الشخصي للشخصية، وعند الضغط عليها تظهر قوى الشخصية الشريرة على بيانات جوجل لتختفي بشكل سحري من الصفحة. عند الضغط على اليد مرة ثانية تتم إعادة البيانات مرة أخرى إلى الشاشة الرئيسية، في إشارة إلى أن الشخصية الخيالية قادرة على إعادة الأشياء كما كانت عليه. تتضمن فقرة ترند لهذا الأسبوع فيديو انتشر على فيسبوك يظهر لحظات دخول المشاهدين في أمريكا لصالة السينما لحضور الفيلم والذي هو أفنجرز بعد كل هذه الضجة والعوائد الكبيرة التي نسمع عنها. لنشاهد. من أسوأ الرسائل التي قد تظهر على هاتفك الذكي هي نفاذ البطارية. فإذا كنتم في سفرة أو في مكان لا يتوفر فيه شاحن لهاتفكم، تعرفوا على هذه الطرق للحفاظ قدر الإمكان على عمر بطارية الهاتف لأطول وقت ممكن. أولا، أغلق خاصية الاهتزاز، لأن هذه الخاصية بكل أشكالها تؤثر على عمر البطارية. ثانيا، إغلاق خاصية التتبع. إن كنت لا تحتاج لخاصية تحديد موقعك الحالي، فمن الأفضل أن تغلقها. ثالثا، إجراء التحديثات. يعتبر البعض إجراء التحديثات لتطبيقات الهاتف أمر شاق وممل، ولكن في الحقيقة يعمل ذلك على إطالة عمر الهاتف بكفاءة. رابعا، تشغيل خاصية وضع الطيران. ينصح بتشغيله إن كنت مثلا في منطقة يعاني فيها هاتفك من ضعف الشبكة وتبذل البطارية فيها الكثير من الجهد. خامسا، أغلق التزامن التلقائي، حيث تتمتع بعض التطبيقات مثل جيميل، تويتر والتقويم على ميزات التحديث المستمر وبصورة تلقائية من أجل توفير المعلومات بصورة متواصلة. هو أمر رائع، لكنه ببساطة يتعارض مع إبقاء بطاريتك لأطول وقت دون نفاذ. سادسا وأخيرا، عدل إعدادات الشاشة. يجب تعديل إعدادات الشاشة بالشكل المناسب لك لإطفاء الشاشة بصورة تلقائية في حال عدم استخدام الهاتف.
الفيديو الأول لليوم في فقرة يوتيوب أيضا تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم. الفيديو يظهر هاتف جوال يطير في الجو في محاولة أحد الأشخاص على ما يبدو لضرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الحادثة وقعت لحظة صعود ترامب إلى المنصة من أجل إلقاء كلمته بمناسبة لقاء جمعية البندقية الوطنية السنوي في مدينة إنديانا بوليس بولاية إنديانا. لنشاهد. إذا لاحظتم في الفيديو فقد لمح ترامب الهاتف حين رمي على المنصة وتابعه ببصره حتى سقوطه على الأرض، لكن تعبير وجهه لم يتغير. الفيديو الثاني كان سوبر ترند على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على تويتر ويوتيوب. أثار هذا المقطع ردود فعل نوعا ما كانت غاضبة، حيث ظهر فيه نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وهو يوجه لكمة لمشجع في المدرجات. وظهر نيمار غاضبا عند عبور فريقه للمنصة لاستلام ميداليات المركز الثاني بعد هزيمة فريقه في نهائي كأس فرنسا أمام فريق رين بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2. ورغم تسجيله في المباراة فإن أحد المشجعين استفز نيمار على ما يبدو خلال مروره بالمدرجات لاستلام الميدالية الفضية. وفق الفيديو الذي انتشر على تويتر وظهر فيه النجم البرازيلي وهو يمسك بهاتف الرجل ويوجه له لكمة. لنشاهد. ردا على الانتقادات التي طالت نيمار بسبب هذا الفيديو، كتب نيمار على صفحته على انستغرام: لا أحد يحب الخسارة وأنا منهم، من يعرفني يعرف تماما حبي للمنافسة وتأثري بالهزيمة. وأضاف: الخسارة جزء من حياة أي رياضي وهي عامل يجعلنا ننمو ونفكر ونتطور. سأختم فقرة يوتيوبر بهذا الفيديو اللطيف الذي أعتقد أن بعضكم قد صادفوه هذا الأسبوع. الفيديو لقرد شمبانزي وهو يتصفح مجموعة من الصور على تطبيق إنستغرام ويختار بدقة الفيديوهات التي يراها مغرية له ليفتحها ويقوم بمشاهدتها. الغريب أن القرد كان يعرف أنه عليه المسح لجهة اليمين للخروج من صفحة الفيديو والعودة إلى الصفحة السابقة التي تضمنت مزيدا من الصور والفيديوهات على إنستغرام، فيما يجب عليه المسح للأعلى لمشاهدة المزيد من المنشورات. لنشاهد. إذا لاحظتم كان اختيار الشمبانزي المفضل هو فيديو لرجل يحمل شمبانزي آخر وكان يشاهده بتمعن وسعادة شديدة. موقع CNBC عربية فيه كل ما تريدون معرفته عن عالم المال والأعمال بالإضافة إلى تحديثات أسواق السلع والعملات والأسواق العربية والعالمية. كما يحتوي موقعنا على الكثير من المقابلات الخاصة لCNBC عربية والمواضيع المنوعة في اللايف ستايل والصحة والرياضة ومشاهير الأثرياء. لنعرف أكثر عن ما تم تداوله على صفحات CNBC عربية على موقع التواصل الاجتماعي سننتقل للزميل محمد عكوبة من غرفة الأخبار. أهلا علي، نبدأ جولتنا الأسبوعية المعتادة مع أهم ما تم تداوله وقراءته عبر منصاتنا للتواصل الاجتماعي، ونستهل جولتنا هذا الأسبوع عند إحدى أهم النصائح التي يقدمها أحد أهم عرابي مال الأعمال والأعمال، وهنا نتحدث عن وارن بافيت. بافيت يقول: لا تدخر ما يتبقى من دخلك بعد الإنفاق، لكن قم بإنفاق ما يتبقى بعد الادخار. هل خطر في بالكم من هم أهم المستثمرين في شركة أبل؟ مجموعة فانغار تمتلك حصة الأسد، حيث تستحوذ على حصة بواقع 7% من شركة أبل بقيمة تقدر بنحو 57 مليار دولار. تريها شركة بيركشاير هاثاواي ب5% وشركة بلاك روك ب4%.
أما أهم ما تم تداوله هو قراءته من فيديوهات عبر منصة تويتر هذا الأسبوع. نحو 22% من سكان العالم ستتجاوز أعمارهم 60 عاماً بحلول عام 2050. وهل سيصبح أفينجرز ذا إنجيم أول فيلم تتجاوز إيراداته المليار دولار؟ وأين ستكون الصين اقتصادياً بعد 20 عاماً؟ انتقالاً لفيسبوك، نحو 45% من ثروة بيل جيتس تم إنفاقها على التبرعات، وتعرفوا على رحلة سطوع نجم هواوي. وهذه العادات ستضعك على طريق الثروة. وأخيرا، هذه الدولة العربية تمتلك احتياطات فلكية من الذهب. كان هذا كل ما في جعبتنا لهذا الأسبوع. لمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا موقع CNBC عربية وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإنستغرام. تابعوا برنامج دبل كليك على إنستغرام، فيديوهات البرنامج كمنشورات وما خلف الكواليس من خلال الستوريز. اسم الصفحة doubleclick.show. الآن وصلنا إلى نهاية دبل كليك لهذا الأسبوع. مني ومن فريق البرنامج نشكر لكم حسن المتابعة، ونلقاكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت. دمتم بخير.